إذا للوقوف عند ملف الذكرى السنوية السادسة لاستعادة الموصل عسكريا والواقع الذي تعيشه اليوم، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد مرحبا بكم. يعني 6 سنوات مرت على استعادة الموصل عسكريا، لا تزال مظاهر الدمار شاخصة في تلك المدينة، ولكن السؤال المطروح: أين ذهبت وعود إعادة الإعمار من قبل الحكومات المتعاقبة في العراق دكتور حامد؟ في البداية شكرا جزيلا أستاذ محمد على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة الوعود هذه ذهبت أدراج الرياح، أو نقدر أن نقول ذهبت مع الأموال التي سرقها الفاسدون ونهبوا حتى أحلام الأطفال الذين الحقيقة نشأوا في خيام. الآن هذه الخيام نفسها اللي أقيمت بعد سقوط الموصل ومحافظات أخرى، لم يعد هناك لا أمل ولا مال ممكن أن يعيد الموصل في ظل هذه الطغمة الفاسدة التي تهيمن على مقاليد السلطة في العراق. نعم. ولكن دكتور حامد، بحسب المصادر الحكومية يعني المبالغ المدفوعة لمشاريع نينوى بلغت 4.5 مليارات دولار، ولكن دون تأثير حقيقي على واقع محافظة نينوى. في هذا الإطار وفي هذا السياق في هذا المفصل، يعني من يمكنه محاسبة المتورطين بهذا الملف؟ الحقيقة من الصعب أن نقول الآن هناك محاسبة أو هناك رقابة أو من يحاسب أو من يراقب. الشعب العراقي وحده يعني بعد رب العالمين أن يراقب ويحاسب هؤلاء، لأنه لا توجد أي فرصة لمحاسبة هذه الطغمة الفاسدة من داخل النظام. النظام هذا الحقيقة كون منظومة فاسدة من رأس الهرم إلى قاع هذا الهرم، كلهم فاسدون، لا يمكن الوثوق بأي طرف. الآن من يتمتع بوطنية وشرف مهني وخوف وإيمان لم يبقى في المنصب خلال هذه السنوات الإجاف اللي مر بها الشعب العراقي. للأسف الشديد لست متشائما، لكن هذا واقع الحال عزيزي أستاذ محمد. الوضع مزري، الوضع مؤلم جدا، خصوصا أنه الشعب العراقي ما أن يعول قليلا على رئيس وزراء يوعد ويتكلم ويتحدث بخطاب رنان وجمل إنشائية حتى تنكشف الحقائق أمام شعبنا وأمام أنفسهم. هم نفسهم يعني لا يثقون بأنفسهم يعني القيام بإجراء لصالح الشعب العراقي. دكتور حامد، نعم. مئات الآلاف من النازحين ما زالوا في المخيمات، هناك من يذهب إلى أنه هناك أجندات تمنع عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، هل تتفق مع هذا الطرح دكتور؟ بالتأكيد هناك أجندات سياسية، وهناك تغيير ديموغرافي، وهناك خط مفتوح أمام القوات الحقيقة من جهة يعني الميليشيات الولائية، الحرس الثوري الإيراني، وطبعا أيضا بتساهل وبغض الطرف من قبل القوات الأمريكية وحلف الناتو. الخط هذا مفتوح إلى سوريا، وإحنا نعرف جيدا أنه يعني هناك مناطق الآن تشغلها ميليشيات من خارج العراق، يعني البيكاكا وغيرها، وأيضا الميليشيات العراقية، وطبعا الميليشيات الإيرانية، لأنه هناك فعلا رغبة في أن الموصل لم يسمح لها أن تعود كما كسابق عادة. تاريخ حافل بالتنوع يعني مدينة علم ومدينة معرفة ومدينة عراقيين أصلاء، لكن الحقيقة هذا التغيير زائد أيضا السرقات، يعني هناك ميليشيات تستفيد من بقائها والاستحواذ على كل ما يضخ إلى الموازنة لإعادة إعمار الموصل. هذه طبعا مثل ما تفضل تقريركم 4.5 مليار دولار أين ذهبت؟ بالتأكيد هناك سرقات وهناك تقاسم لهذه المغانم من قبل هؤلاء الميليشيات الولائية وإيران والميليشيات الأجنبية الموجودة في سنجار وغير سنجار. دكتور حامد، لو عدنا إلى الأسباب، يعني لجنة التحقيق البرلمانية حملت مسؤولية ما حدث في مدينة الموصل عام 2014 حملته إلى المالكي باعتباره رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ولكن كيف تفسر بقاء المالكي حرا طليقا دون محاسبة حتى هذه اللحظة؟ الحقيقة المالكي نفسه قالها وسرب معلومة مهمة، مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، وطبعا ظهر أيضا المالكي
رضى السفيرة الأمريكية في بغداد الحالية، زائد أنه العلاقات المتواصلة المتنامية مع طبعا مع إيران من جانب ومع الولايات المتحدة الأمريكية، فهو يعني تحت الحماية الأمريكية الإيرانية باختصار شديد، لذلك ينجو من الحساب لأنه أمريكا تستفيد من بقائه وإيران تستفيد من بقائه. التقرير الذي قدم في الدورة قبل السابقة في مجلس النواب بعد السقوط مباشرة في الدورة التي أجريت في انتخابات 2014 كان تقرير وكان تحقيق مهم، فعلا أدان مجموعة من الضباط والمدنيين هو على رأسهم، لكن للأسف فوتوا الفرصة لأنه هناك اعتبارات سياسية تستفيد من بقائه مثل ما قلت أمريكا وإيران، وطبعا الميليشيات ومافيات الفساد هي تحمي رأس الفساد في العراق. هذا هو المشهد الحقيقي وما زال مستمر لغاية الآن، لا يمكن المساس بوجود أو بدور نور المالكي، رغم أنه يعني ما مد دولة لولاية ثالثة، لكن هذا لا يعني أنه يعني نفوذ قد تم المساس به، هو ما زال يتمتع بنفوذ واضح لدى الطرفين اللذين يحتلان العراق. نعم. دكتور حامد، عرجتم في معرض كلامكم إلى الميليشيات، وهنا لابد التوقف أكثر في هذا الملف الشائك في ظل كل المعاناة التي تعيشها نينوى، هل يمكن لأي جهة تقليص نفوذ الفصائل الموالية لإيران، خاصة نحن نتحدث هنا عن مدينة الموصل؟ يعني توازن القوى أستاذ محمد أو موازين القوى في المنطقة في هذه المناطق الحقيقة صعب جدا، يعني أنا أشبه لك مثل حزام بغداد، جرف الصخر قد أخليت، من يستطيع الدخول إليها؟ لا جيش عراقي، لا وزير دفاع، لا وزير داخلية، حتى رئيس الوزراء ويعترفوا بها، حتى رئيس مجلس النواب يقول لا أستطيع، محمد الحلبوسي لا يستطيع يدخل إلى منطقة قريبة من بغداد اللي هي حزام بغداد اللي هي جرف الصخر ومناطق أخرى كثيرة، لذلك من الصعب جدا يعني السماح لهؤلاء حتى القادة العسكريين، باستثناء أنا أقول شيء مهم جدا، باستثناء الأمريكان إذا أرادوا تنظيف هذه المنطقة وخلق وضع أمني جديد يعني كأنه احتلال جديد، هذا طبعا يأخذ منحة عسكري، منحة يعني حرب كأنه داخلية، هذه طبعا لا يمكن أن تجازف بها أمريكا. الشعب العراقي قادر، فقط الشعب العراقي إذا ثار فعلا بثورة أشبه بثورة تشرين، ثورة عراقية وطنية تحررية كبرى، أنا أقول شيء، هؤلاء جبناء سوف يهربون، رغم أنه عندهم أسلحة وعندهم ميليشيات يعني كاملة العتاد، لكنه أمام الشعب العراقي سوف تهتز هذه يعني هذا الإصرار للتشبث بهذه المناطق. شيء آخر لا يوجد، يعني أما أمريكا أو إيران، والحل الثالث هو قرار الشعب العراقي بالإطاحة بهذه الطغمة الفاسدة وإخراج كل القوات الأجنبية، يعني أنا أقول الأمريكية والإيرانية على حد سواء، يعني عملية مثل ما نسميها احنا ثورة تحرر وطني كبرى عراقية تطيح بهم وتخرج المحتلين الى خارج الحدود. عبر هذا هو الحل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكم.